أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التكامل الاقتصادي بين كل من مصر والعراق والأردن يعزز قدرات الإطار الثلاثي سياسيا واقتصاديا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظريه العراقي والأردني أيضا في بغداد، أشار شكري إلى مواصلة التواصل والتنسيق بين الدول الثلاث بشأن مختلف القضايا. إن هذه فرصة سانحة لنؤكد مرة أخرى التوجيهات لدى قيادات الثلاثة بلدان والإرادة السياسية القوية لتعزيز هذا الإطار من التعاون الثلاثي المصري العراقي الأردني لخدمة مصالح الشعوب الثلاثة على أرضية راسخة من التاريخ المشترك والحضارة والعلاقات الحميمة التي تربط على المستوى الشعبي، ولكن أيضا العلاقة الطويلة التي تربط بين المؤسسات في الدول الثلاثة.